فالواحد ويا الواحد راح تبقى هنا المساحة واحد على أربعة، هاي المساحة الأولى. تمام، هسه أنا خلصت المساحة الأولى، نرجع للمساحة الثانية. المساحة الثانية باعولي طلاب من واحد لاثنين تكاملها. المساحة الثانية اللي هي الفترة الثانية، المساحة الثانية راح أسوي لنا تكامل من واحد لاثنين، ونفس الدالة هي تنزلها، نفس الدالة السؤال، هاي نفس دالة السؤال نفسها راح تنزلها هنا. فاكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع زائد 2 اكس بالنسبة للدي اكس. خلي شوي نقل للسؤال لك بدقة على مود لا تخطئ بشي ويضيع عليك الحل كله. فهنا ايش راح يصير؟ هنا أنا نقدر نقول اكس اس 4 على 4 ناقص اكس تكعيب على 3، والثلاثة اختصرت ويا هاي الثلاثة مثل ما وضحت. هنا اكس تربيع على 2 والثنين اختصرت ويا هاي الثنين، الفترة من 2 ل 1، هاي المساحة الثانية. تمام، قبطت عندي الورقة، تجيب ورقة ثانية. فهسه احنا نجي سؤالنا نكمله، شوفوا هاي المساحة الثانية بعد ما كملنا لازم نعوض بالأعلى وبالأدنى. فهنا 2 تربيع على 4 ناقصا 2 تكعيب زائدا 2 تربيع، تمام، ناقص هذا كله قوس بوحده ما عليه بيه بعد. وهنا القوس الثاني راح نعوض بيه الواحد، 1 على 4 طبعا هذا 4 بس 4 ناقصا 1 تكعيب زائدا 1 تربيع. واضحة الفكرة؟ فهنا بقالي 2 تكعيب 2 أس 4 عفوا، فهنا راح يصير 16.